الجاذب تسمع بالمناسبه. ده رنين، الوبر تضرب الشوكه الرنانه وتحطها في النص وتقول له سمعها في مين؟ المفروض تسمع في الاثنين قد بعض، ده الوبر. لو سمع في ناحيه اكتر من الثانيه ده بي دي تي. معايا؟ انا مش هشرحه دلوقتي، ده هيتشرح في الدرجه. معرفتش اشوف كويس، بجيب الميكروسكوب واحط العين تحته وانور وابص في وش العين، مصوره بالكاميرا. معايا؟ دلوقتي حتى الطريقه دي بقت سوفيستيكيتد عن كده. دلوقتي بدل ما ابص بعيني ببص على الفيديو، يعني بحط الميكروسكوب كده وابص على الفيديو والمونيتور واخد صور وادي العين صوره تمام معاه، علشان لو انا مش عاجبه وعايز يتابع مع دكتور تاني بدل ما يدفعوا فلوس تاني للحاجات دي، طب يشوف الصوره معايا. فلقيت الطب القديم قوي في الكلام ده، فده هتبقى مجنفايده فيه علشان الفيديو تهدئه قوي. نذكر على الاولكن، هو تقريبا احنا مش هناخد كتير بجد الا يمكن مع بدايه الاكيد كويس مني. تمام؟ يعني ممكن على بكره دي نفس الاولكن، حد عايز يتكلم في الاولكن؟ تمام؟ احنا دلوقتي يا دكتور خدنا الاولكن، خدنا الاكتراكنال، خدنا الدرام، خدنا الميل كتير وسكتنا، كل جزء من دول ليه هناخد كل جزء على حد. لو قلت لك ايه امراض المشاكل، ايه امراض الليبر، ايه امراض الاسبرين، هتقول لي يا اما مرض كونشيرتس، يا اما مرض روماتيك، يا انفلاماتيك، يعني ولا انفلاميا. انفلاميا بتاع مشوار، يعني مش ماشي مع التقسيمه. يمكن ليو ماسبرا، يمكن تبدل، يمكن اوتو ميون، فاهم؟ مش ماشي مع التقسيمه يعني. الانفلاميا الحمد لله مش موجوده في الوقت. يا كونشيرتس، يا روماتيك، يا انفلاماتيك، يا نوتا. تمام؟ كونشيرتس. طبعا قلنا كونجنتال يبقى ده طفل. طبعا قلنا كونجنتال يبقى لازم ابتدي بالامبريولوجي. تمام؟ كونجنتال انومي. هي الاوريكل بتديفلوب منين؟ الاوريكل بتديفلوب من الفيرست والسكند برانكيال ارش. تمام؟ كان في ثلاثه جايين من الفيرست ارش. فاكر البرانكيال ارش اللي هي الفرنجيال ارش. تمام؟ كان في ثلاثه تيوبريكل جايين من الفيرست برانكيال ارش. والثلاثة تيوبريكل جايين من السكند برانكيال ارش. الستة تيوبريكل بيفوز مع بعضيهم ويكونوا الاوريكل. تمام؟ يبقى اذا الاوريكل بتتكون من ستة تيوبريكل. الستة تيوبريكل دول ثلاثة جايين من الفيرست ارش وثلاثة جايين من السكند ارش. هكمل لك مبدأ مؤقتا. الثلاثة بتوع الفيرست ارش هم اللي بيكونوا السيركنال. او مش هم يعني جزء من الفيرست ارش. يعني الفيرست ارش بيكون السيركنال ونص الاوريكل. سكند ارش ما بيكونش غير نص واحد. يبقى الفرق اللي كانت كلها جايه من الفيرست ارش. الفيرست برانكيال ارش. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك لو الفيرست ارش ما اتكونش الاوريكل هتبقى صغيره ومفيش كنان. مفهومه مفيش كنان. لو الفيرست ارش مش كده. طيب يبقى الاوريكل بتديفلوب من سته تيوبريكل جايين من الفيرست والسكند برانكيال ارش. دكتور اي كونشينتا هيقول لي ستين؟ يا اما ديفكت في الطاين، يا اما ديفكت في الشين، تمام؟ يا اما حاجه زياده. ديفكت في الطاين، الاوريكل ما اتكونتش خالص، لا الفيرست ارش اتكون ولا السكند ارش اتكون. اند اوتيا، اوتيا من اوتيك يعني ولد، تمام؟ انوتيا يعني واحد اتولد من غير اوريكل. بالمناسبه الولد ده عنده اوريكل، فاهم؟ حتى لو شكلها غريب، مش مهم، المهم في حاجه. الانوتيا ده هبله، مفيش حاجه خالص. وغالبا في قاعده في الطب بتقول اللي يتولد بكونشينيتال فلويد في شده في جسمه ممكن يبقى عنده الهارت. اللي جاب له كونشينيتال انومالي في ودنه، ايه المانع ان يكون عنده كونشينيتال انومالي في الهارت، في الجينيتاليا، في اللنج، فاهم؟ ممكن الام تكون خارج دواء وعرضت للراديشن، عنده قرايب وعندهم سموات معينه، فاهم؟ يعني اذا انا بتاع اطفال على فكره، انا شغال بدايه كنت بقى ريكورش، بدايه كنت بقى ريكورش تقريبا بس كل الريسيرش بتاعها في الكليه بتاع بس احيانا انا اعمل عمليات كبار. فتخيل بالرغم اني شغال اطفال عمري في حياتي ما شفت انوكسيا. ليه؟ اصل غالبا الوقت اللي بيكون انوكسيا عنده ميجور كونجنتال انوكسيا فغالبا بيكون كلام ماشي. تخيل؟ بس اكيد كده في شافوه. تمام؟ يبقى انوكسيا نو اوريجن. مايكرو اوتيا سمول اوريجن. ليه؟ الستة تيوبريكل دول فيوز ايرلي يا اما ثلاثة منهم ما تكونوش. يبقى مايكرو اوتيا، ده مايكرو اوتيا. صغيرة
الطيارة. ماكرو اوديا اوريجن كبيرة قوي. ديلي فيوجن ستيت اوريجن. ما هوش فيوجن بس تمام ديلي. فبقت بدأت الاوريجن تبقى ماكرو. طيب التريتمنت بتاعها جراحة تجميل قبل سكول ايج. تمام؟ بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج. اشمعنى بيفور سكول ايج؟ علشان ما يتعبش نفسها لما يروح المدرسة والتغير ويتريقوا عليه، دي حاجة. سيكولوجيكال تروما. الحاجة التانية ما ينفعش أول ما يتولد. بسبب كذا سبب. أولا أنت علشان تعمل ريكونستراكشن أوريجن بتجيب بيرسونال كارتريدج من نفس العيان. بيرسونال كارتريدج ده ما بيبقاش تغيره في قد كده. تمام؟ وبالتالي انت بتعملها له عند 5 سنين عم يكون عنده بوستر كارتريج وفي نفس الوقت ما يجيبش مش مكتومه لما يروح ده الايفكت سايز يا ما فيش انوتيا يا صغيره مايكرو يا كبيره مايكرو الايفكت شيب المفروض يا اولاد النورمال بتاعنا الاوريكل الانجل ما بين الاوريكل والسكال الانجل دي تبقى من 30 إلى 40 أو من 20 إلى 40 هذه بعد لها 30 في النص الأنجل دي لو زادت عن 40 بدأت الودن الطرقة زي الخفاش باد إير اسمها لوك إير باد إير برتولينج إير ما يفرقش معايا بس الاسم الأشهر باد إير تمام يبقى الإفكت في الشيب اللي هي باد إير برتولينج إير وكلنا نعرف ناس كده يعني أنا عملت عملية على فكرة مرتين لضرب الزرابة وإحنا بنشرح الموضوع ده فهم تمام ففي ناس كتير قوي كده ما عملهاش هم صغيرين مش مهم بس هو حس لما كبر انها باينه فرجع منها فده كومن قوي ممكن ما يعملهاش تمام ده البدء تريتمنت لو جت اتعمل بلاستيك سيرجري بفور سكول ايج نفس الكلام حاجه زياده بقى ثلاثه واربعه عندك حاجات زياده حاجات زياده على اللي موجود اصلا على الامبريولوجي اتولد باكسسوار اوريجن هي ده هو اوريجينال هو اكسسوار اوريجينال اهي مفيش واحد فينا ما شافش واحد عنده اكسسوار وانت ماشي في الشارع وانت راكب الاتوبيس وتلاقي في حته زياده هنا معايا عند ناس كتير قوي دي اسمها اكسسوار اوريجينال تخيل اكسسوار اوريجينال بتبقى كارتريدج وكفر في السكين حته كده بطله من الكلمة طب هي اتكونت ليه؟ واحدة من الستة دي اوريجينال سيبريتد وكونت اوريجينال لوحدينا بالشكل الاوريجينال بس هو يسموه كده يبقى ده اكسسوار اوريجينال بالمناسبة الواد عنده مايكروبيوتيا عنده ميتا غريبية مفيش قدرة ميتا وأكسسوارية على فكرة الصور دي خمس صور بس أنا وريني واحد سنة كده ولا كده تمام يبقى ده أكسسوارية ماشي الأكسسوارية دي بتتكون فين؟ عند اللاين اوف فيوجن ما بين البكتيريال بروسس والمانديبولار بروسس اللاين ده من التريجرز للكورنر اوف ذا ماوس والانجل اوف ذا ماوس اللاين ده ممكن تلاقي هنا 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 اوعى تقول فوق الماكسيلا اوعى تقول تحت المانجول ما ينفعش الماكسيلا وهي بتفوز مع المانجول ده واحده تيوبك تمام التريتمنت ريموفر لو عنده مشكله معظم الناس يفكروا انها تشف الواد ده شلتها له لان كنا مبشرينه نعمل له كانال بلاستي نعمل له كنال في الفرنساوي من سنتين ثلاثه مش بتعمله بالمره لكن اكشولي لو كانت دي بس بتاعته سليمه ومش عامله ومش هيعمل عمليه شفنا له ايه؟ مش مضايقاه لو بنت او حاجه لا ده الشكل وبتاع ممكن تشيلها يعني هي مش مشكله بس مش هقول لك انها الحاجه الزياده الثانيه بري ريكرانس تيست او سايت هي الجزء ده من فوق تمام تيست بيسموه سايلنس احيانا وبيسموه اسم هو اسمه صح قوي سايلنس بس هو يمكن يقول اسم ده علشان كده كده ده اسم ده بري ريكرانس تيست اتخرم فوق مصر في الظل ده اتخرم اهو وعمال يجيب ست شارج يبقى فايبر بالمناسبه هو ما يجيش الا في المكان ده عند الاسندنج جروث وده هيلكس بص الحته دي ده هيلكس ده عند الاسندنج بار بتاع الهيلكس معايا ده عباره عن اتنين اتنين تيوب ريكينج بتاعته جايه فين؟ تكون ازاي؟ معايا؟ طب مشكلته ايه؟ ريبيت انفكشن اند ديتشارج. اقعد كل شويه اعمل ابسس انفكشن وبتاع، ده في صور بتيجي كتير قوي. بري ريفلر 6 ورانا كانت في السماء وعامله ابسس كتير معايا؟ فطبعا كل شويه انفكشن وتفتحه ويعبي تاني وهكذا، وبالتالي شيء افتح كامل وشيل كل ده، تمام؟ يبقى ايه ده ريموفر؟
يعني هو في الشلال بالعين ولكن في اللي هو التمبرال برانش شويه كده. يعني بصراحه لا عمل يدرون حاجه زي كده يدرون بدون ماشي، لكن يدرون بيرز ما تنفعش تمام؟ يبقى شيلو. اي كونجنت اللي انا بقول في الدنيا ممكن تيجي يونيلاترال او بايلاترال، يعني ممكن مايكرو اوتيا دي تبقى يوني باباي، ده اي كونجنت اللي انا بقول في الدنيا. ده الراجل ده كان عنده بري ريكولار سيست وتشال. فانت بتفتح قدام الودن وحتى بتشيل معاه حته من الكارتريج بتاع هيليك اللي بيبقى لازق فيها هيليك تايم، فبتشيل حته من الكارتريج ده بري ريكولار سيست وتشال. روماتيك هنا تومر. اسمها الثاني بوكسر كتير لان هتيجي لعيبه بوكس تمام؟ بتيجي نتيجه البوكس فاسمها بوكسر كتير. لاتريشن تهدد عكس هيماتوما. هيماتوما الضربه ببلاد تروما، تروما ما تعورش ما تقطعش تمام؟ واحد اتضرب بالبوكس مثلا ده بلاد. اما لاتريشن سكينه فاهم؟ تهدد زي دي مثلا كده. ده لاتريشن فاهم؟ لاتريشن قطعت لاتريشن العيان جه حوالي الساعة 12 بالليل بس جت الحوادث لغاية بعد الفجر واحنا بنشتغل مع ومع ذلك مش تعبان خالص مع ان عندي شغل الساعة 8 الصبح بالاسم ومع ذلك مش تعبان خالص. الاوركل بتاعته كانت مقطعه قعدنا طول الليل من المهني التاني كانت حاله لذيذه لما تلاقي الحاله بعد العمليه كده سليمه وبتاع. الولد جه كان قصته ان قاعد تحت العربيه ميكانيك الكوري فلت نزلت الاوركل بتاعته مستمر ست شتات وعايش كويس جدا مفيش اي مشاكل تمام يعني الكشف اللي دخل الحكومه بتاع لا خالص. ف ده اللي بيعيش شرب تروما شارب فروست بايت. اه دي مش عندنا مش في الاسكا وفي سيبيريا اللي هو وهو ماشي في حته البرد مناخيره تقع صوته تقع صوابعه تقع من السبير برضه ريستريكشن البرد فالاطراف تموت فيحصل لها نيكروزس معايا لازم تقعد البرد ده فروست بايت دي مش عندنا. هنا دوما بوكسر كبير واحد اتضرب بالبوكس معايا فحته من الاوريك والرمل اتجمع دم تحت الجلد. هو مش تحت الجلد هو بيبقى ما بين البريكوندريوم والكارتريج بتاع الكويتر تمام؟ ما بين البريكوندريوم والكارتريج طب بريكوندريوم. طيب بنقول كلامها ايه؟ بلانت فور بلانت بوكس ما ينفعش شارب. شارب ايه اللي هيخلي الدم يتجمع؟ هينزل ساتريشن تمام؟ يبقى كلينيكال بيكشر انا عندي السويلنج ده يا دكتور سيستيك سويلنج بيوجعك اه بيوجعني بينكول بس نوت تندر لان تندرنس از تايموس انفليشن. هو بيوجعه ليه؟ علشان الدم عمال يزيد فبيفصل البريكوندريا عن الكارتريج. انت عارف ان البريكوندريا فيستيشن فبيفصله عن الكارتريج عمال يوجعه هتفصله عليه مش تندر تمام؟ امتى يبقى تندر؟ لو حصل له انفكشن او بريكون درايف معايا؟ طيب الكومبليكيشن للاسف الشديد الكارتريج ملوش بلاد سبلاي واخد نورشمنت من البريكوندريا فطالما البريكوندريا بتبعد عن الكارتريج ما عادش فيه بلاد سبلاي للكارتريج فالكارتريج يموت نيكروزيس يؤدي الى التهاب في الكارتريج بريكوندرايتس. اي كارتريج في الدنيا يموت ما يلمش تاني الكارتريج لما يخف يلم باي فايبروزيس يبقى رمبيطه كارنيشن يبقى الود دي كرمش كل فلاور كتير تمام؟ يبقى دي مشكلتها. اي واحد يجي لك بهيماتوما لازم تعالجه كويس والا هيحصلوا بريكورد رايتس وكل فلاور كتير خلاص؟ كل فلاور كتير دي اللي هي المصدر ده وده كرمشن تمام؟ طيب يبقى اذا الكومبليكيشن بريكورد رايتس وكل فلاور كتير. التريتمنت بقى لازم اديله انتبيوتيك علشان ما يجيبوش بريكورد رايتس تمام؟ ولازم احط دم افتح اكسجين وايفاكيويشن. طب هو يا دكتور هيتكون تاني فين؟ اصل البريكوندريا ما عادش لازم في الكارتريج فلو انت فضيته اه فتحت الجرح بتاعك هيلم وتلاقي اتجمع دم تاني فعلشان ما يتجمعش دم تاني حط ليرنينج شاش واربط راسه جامد بحيث انك تلزق يقول كده في السكالب يقوم البريكوندريا بيفتح في الكارتريج ما يبقاش في سبيس
احنا بالاجتماع عندنا ديد سبيس، فديد سبيس ده شغل معايا. اذا ابلكيشن اوف هاي باندج، فهمت يعني هاي باندج؟ والله كده جامده قويه تمام. يبقى انفيجن ريفاليويشن ابلكيشن اوف هاي باندج تو بريفنت ريكارد، تو بريفنت ريكارد. ايه مدومه مزرقه اهي، الدم الاول بيبقى احمر بعد كده بيزرق، المدومه مزرقه دي فكره المدومه حمرا اهي تمام. في حصل كل شهر ايه بس مش جامده، هنشوف كمان شويه اجمل من كده. بيكو درايف انت ما في بيكو درايف، ايه سببها البيكو درايف؟ انا قلت لك فكره المدومه تمام. يبقى انفكتد هيماتوما، هيماتوما ما اتعالجتش جاله ابسس بريكوندايت تمام. انفكتد سيرجيكال وون راح لدكتور ايه نديبه وهو بيعمل له عمليه في ودنه، كان المشرط مش معقم جاب له انفكشن الكارتريج معايا، يبقى انفكتد سيرجيكال وون. فرانكلي سكويز دمن زي الحضانه من اوتر كارتريج اصفار، وساعاتكم بيفضوا الدم لنفسه عمال يطلع، فالبط يطلع اداء البط اللي بيطلع ده جزء بيدخل جوه زي ما انت بتضغط ويطلع بره، في جزء بيستريح فيجيله بيركو درايف. فرانكلي ممنوع تعمل لهم سكويزي، واحد هنا يجي لك بيركو درايف، واحد هنا يجي لك كبرنا مثلا تمام. يبقى فرانكلي ما فيش له قوه خالص، عايز تفضيهم روح للدكتور يفتح في المشرط ويسيب البط يطلع ما يضغطش عليه، لو ضغط البط يروح طالع من البين تعالى كبرنا مثلا، البط يروح داخل مفيش على الكلام. مش يبقى ضغط سكويزا فرانكلي هنا وهنا، يبقى فرانكلي سكويز يبقى البيبر درايف لها ثلاث اسباب. انفكتد هيماتوما، انفكتد سيرجيكال وون، فرانكلي سكويز. الكلينيكال بيكشر بقى بنقول الاوريكل كل الساينس والسيمبتومز والبريشن سكولن بوت تندر بينفول كل حاجه وريد وهكذا. الكومبليكيشن ما هي في كل فلور ايه؟ هيؤدي الى فيبروس في كل فلور ايه؟ التريتمنت انتي بايوتيك لوكال وسيستمك تمام؟ لوكال يعني مرهم، على فكره المعيان ده جاله فيشل سبلايت، يبقى فيشل بتاع مش مرهم، جاله فيشل سبلايت كمان مش بيرفن رايت بس، ده زي وش معايا؟ يبقى اذا انت بقى لوكال وسيستمك يحطوا مرهم وسيستمك يا اما كابسولز يا انجكشن، انا جازك علشان وسيفيرلي بيكول انفيجن ودرينج. للاسف كان عندنا حاجه الاسبوع اللي فات، انت ما بتعملش انفيجن معايا، بتعمل مالتيبل انفيجن. انا عايز افضي اكبر من 100 من الطبيب، مش عايز الطريق يفضل علشان ما يجيلوش كل الدور كده. طب لو لقيت شكل كارتن جيمات نيكروتيك نيكروز تعرف بقى ايه؟ شيلها ليه؟ علشان ما تعديش الباب. هو انت لما تكون في الحوادث وعيان جاي لك تحط في عربيه ولقيت صباعه ده ميت مش هتشيله؟ علشان ما يعديش الباب. كلمه تشيل جزء ميت اسمها ديبرايدمنت، تمريض ديبرايدمنت معايا؟ فبعمل له سيرجيكال ديبرايدمنت اللي هي ريموفال للكروز بارت علشان ما تعديش الباقي معايا. يبقى ده بعمل له انسجن ودرينج وسيرجيكال ديبرايدمنت. هذه المرأة المصرية عندها كل فلاور اير، عرفت منين انها مصرية؟ ضغط من الارض عشان تقولها تمام؟ لازم كمان تعرف منين؟ ده اللي هي كل فلاور اير يا ولاد، الودن المكرمشة يوجد الكرمشن. يوجد يا اما بناين يا اما مالين. هو بيطلع من الاوريك يا اما بناين يا اما مالين. البناين ايه الكومنت بناين سمر في كل جسم؟ بابلوما. كل جسم بابلوما الكومنت سمر في بابلوما. اما لو اعتبرت النيفس تيومر يبقى النيفس، ولكن النيفس مش تيومر ده عمرتومه معايا، يبقى هو البناين تيومر بابيلوما ممكن يكتب معاه النيفس تمام. بس الويك اللي فيها كارتلج يا دكتور يطلع منه كورتوما بس ده مش كورتوما. الماليجنت بقى يا سكونا ستيل كارسونوما يا رود التارتر، ليه ده ستيل كارسونوما اللي جايه ورا المنطقه؟ ايه اكثر منطقه في العالم فيها كانسر؟ بس يعني الاثنين واحد تمام. وده اللي عامل الفيشن ريجر تاني. فتكون ستيل كارسينوما او بيتا ستيل كارسينوما. لو سالتك في امتحان الشامو من باب اللي هو الفول ماركت اكس الكاشر دي
انا عارف ان معظمكم عارفين الكلام ده. ما هو الفرق بين السوبر سيكر سوما وبين السيكر سوما؟
لازم يكون في ميدل، لازم يكون على الاقل في نار ايه، قول ما فيش ميدل مش مهم هعمله انا ميدل بايدي بالشرايين. لكن لو ما فيش انر ما فيش اورجن كورتي هتعمله ايه؟ اذا ما تعملوش عمليه سيبه حرام عليك. يبقى اذا تعرف منين اللي فيه نار ايه ولا لا تعمل ايه؟ كومبيوترايز توموجرافي. كومبيوترايز توموجرافي كلمه سي سي اختصار لكلمه كومبيوترايز توموجرافي، وهي انك بتقطع العيان ترنشات بالشعاع تتمكن الصوره. هناخدها طبعا في ال وهنشوف السي سي وهو بيتعمل والكلام ده، احنا عملنا في البراميزر فاينل بالذات. دكتور محمد راح للسوبر ماركت قال له انا عايز ربع كيلو لانشون، فبيجيب الالف بتاع اللانشون ويقطعه كده في المكان. هو ده التوموجرام. فالشعاع بينزل على الجسم يقطع، مقطع من بره، مقطع ميديالي، مقطع ميديالي، مقطع ميديالي وهكذا تمام، ويكتب الكمبيوتر بتاعه وهو بيعمل الشعاع هو عايز كل كام ملي اقطع، هو عايز كل واحد ملي، كل اثنين، كل ثلاثه وهكذا معايا الثيكنس نفسه. طيب يعني اذا انا لازم اعمل سي تي لجميع حالات الميديال اكتيفيتي يعني العمليه علشان اشوف فين ار اي ولا لا معايا، وعلشان اشوف فين دي ولا لا هعمله ميدي دي ولا مش هعمله معايا، وعلشان اشوف الليبتو اكتيفيتي النتيجه دي قد ايه، يا ترى الشته دي مقفوله بس والباقي سليم، يا ترى الشته دي كلها مقفوله انا ما اعرفش، يبقى عايز اشوف اللينك بتاع الاكتيفيتي معايا. احيانا يبقى الجلد الاكتيفيتي بس، وده نادر جدا غير ما حضرتك حاجه مره واحده في حياتي مش شفتها، مع ان كل شغل كده بس مره واحده في حياتي مش شفتها. يبقى السكين بس عملت له سكين السكين بس كويس قوي معايا مش هياخد وقت، فبتفتح السكين وتعمله بيقص وانت هنا انا لقيت كل ده اكتيفيتي خلاص، فانت بتفتح كل ده اذا كل ده يبقى ايه؟ السؤال هنا حد فيكم عمل ايه؟ اسمع كده محدش كويس قوي، يبقى انت احذفها انا بقول ولاد مش ممكن يبقى في كوكليا ومش شغاله، ما هو في كوكليا ده نومي، اذا ممكن الكوكليا كابول يتكون والاورجن كورت مش متكون، ده ما يبانش في السيتي طبعا، الاورجن كورت ما يبانش في السيتي ده حاجه كده رقيقه جدا يعني زي الدنيا. اذا انا لازم اعمل العيان ده مقياس سمع قبل ما اعمل له العمليه، بس تعملوا مقياس سمع على الدكتور ده ليه؟ طب ما ينفعلوش مقياس سمع ليه؟ عمرو لما جه يعمل مقياس سمع دخلوه في كشك اوضه منعزله بسلمين كشك خشب وفي شباك ازاز، وقالوا لعمرو إيه لما تسمع الزمن ارفع ايدك، وبدا الزمن صغيره 10 راح رافع التن الاخيره دي كانت كانت عند كابتن سيفيري عند 20 عند 30 يبقى سمعه عند الجزء ده. طيب الكلمه البيبي ده ينفع اقول له لما تسمع ارفع ايدك؟ لا، ده عنده سنه سنتين ثلاثه لسه موجود تمام؟ ما ينفعش. اذا روح عاملين مقياس سمع كهرباء العين بيسموه كده ايفوك ريسبونس اوديوميتر. ايفوك ريسبونس اوديوميتر كلمه ايفوكينج اللي هو انا بستثيرك يعني انا عايز اضرب شكل مع المثال، اروح اعمل حاجه كده اتضايقها اغلب عليها بطريقه ما تبقى عمليها هجومي علشان اطلع العصبيه بتاعتها تمام؟ فانا بديله كهرباء واشوف هتمشي في النرف ولا لا، بعمله ستيميليشن يفك ريسبونس انجوين. صفحه 47 تحت خالص نمره 5 47 تحت خالص نمره 5 يفك ريسبونس انجوين تمام؟ ايه اللي بيقول ريسبونس ايدوميتري؟ بيقول لك انا بعمل ستيميليشن هيرنج بالكهرباء، بشوف الكهرباء دي هتمشي في الكوبري ولا لا؟ هتمشي في الكوبري ولا لا؟ هتمشي في البرين ولا لا؟ انا هات نفس تخيلي دي عباره عن الكوبري وطالع منها الكوبري ولا لا؟ وواصل للبرين. انا هدي لك صوت هنا. الصوت ده بيهز الاورجن الكورد يتحول لكهرباء، ايه ده؟ يعني كل ما انت سامعني وقاعد قدامي في كهرباء في الكوبلا بتاعتك الكهرباء دي تمشي في الكوبلا هناك، الكهرباء دي توصل للبرين تترجم الى صوت، ايه ده؟ كل جزء ده في كهرباء؟ يبقى انا هحسب البوتنشياليتي ان ديفرنت بارتس في الكوبلا هناك، هو ده الكوبلا هناك ازاي؟
والطفل ده ما ينفعش يتعاون معايا، مش هدوه صوت واقول له انت سامع ولا لا. انا فعلا هديله صوت تمام، صوت النهارده اهو، بس بعد ما اديله الصوت اشوف الكوكيا فيها كهرباء ولا لا. لقيت فيها كهرباء يبقى الواد ده بيسمع. لقيت يعني كوكيا تقريبا، لقيت الكوكيلار نيرف عم تقيس غدو، لا اسمع عمرو برضه تصحى انا من الاول ايه عمرو فيهم؟ عمرو فيهم عمرو اثنين. اقول لك حاجه، انت يا ولاد، فدلوقتي انا اديتك صوت او اديت للطفل ده صوت، الصوت ده اتحول الى نيرف امبلس في الكوكليا. شفت نيرف امبلس احتاجها بطريقه معينه، لقيت نيرف امبلس اول ما اديت صوت يبقى الكوكليا سليمه، لقيت نيرف امبلس مش في الكوكليا نيرف يبقى الكوكليا نيرف سليم، لقيت البرين وصله كهرباء نيرف امبلس يبقى البرين بتاعه سليم، اللي هو البرين المسؤول عن الايه؟ طيب يبقى اذا انا هدي العيال صوت من هنا وهحط حته حديده هنا اسمها جروب. الجروب دي عماله تشتري كيرف، الكيرف الاول مثلا، بس هو مش كده هعقد لك الكلام ده ليه بقى. الكيرف الاول هو الكوكليا، الكيرف الثاني اعتبره النيرف، والكيرف الثالث اعتبره البرين. مبدئيا اذا الكيرف الاول اتكون يبقى الكوكليا سليمه، الثاني اتكون يبقى النيرف سليم، الثالث اتكون يبقى البرين سليم. الاول اتكون وبعدين ما لقيتش حاجه يبقى الكوكليا سليمه والباقي جديد. تمام الكلام؟ يبقى اذا ده اللي هو الايفوج ريسبونس اوجيومتري. الاولاني لو الكهرباء اتكونت في الكوكليا وعملت لها ديتكشن اسمها الكتروكوكليوجرافي. لا ده في ويز فعلا الكتروكوكليوجرافي. تمام؟ لو اتكون في النيرف او البرين ستيم او قعد على البرين ستيم قبل البرين معايا؟ يبقى ده اسمه اي بي ار. وده مشهور جدا. فيجيتري برين ستيم ريسبونس اوجيومتري. كلمة الريتري تعود على الريتري نيرف. برين ستيم لأن الريتري نيرف بيدخل في البرين ستيم. تمام؟ ريسبونس اللي هو الاستجابة، بيدخل صوت فالكهرباء مشيت. يبقى الريتري برين ستيم ريسبونس اوجيومتري. ولو حسبت الكهرباء اللي وصلت للكورتكس البرين يبقى كورتكس هيكون اوجيومتري. فاهم؟ يبقى بحسب البوتنشال اللي ديفرنت بارتس اوف الكوكليا ده كويس. في الحالة دي انت محتاج الطفل يرد عليك يقول لك سامع ولا لا. يبقى ده التست ده اوبجيكتيف ولا سبجيكتيف؟ اوبجيكتيف. انت عارف كلمه اوبجيكتيف يعني ايه؟ يعني بتعتمد على السبجيكت العيان. عمرو انا هديك صوت، انا بتسمع ارفع لي ايدك، يبقى انا معتمد عليك. تمام؟ لا ده اوبجيكتيف بقى، مش معتمد على ان الطفل يرد عليا ولا لا. جميع انواع البشر لازم لما اعمل له الايفوج ريسبونس اوتوماتيك الاقي الكهرباء واصله لنا. الا الميت. تخيل العيان الاندر هاتيك وانت عمال تهرج وانت بتعمل عمليه بيبقى سامعك ايه ده؟ بس هو مش فاهم انت بتقول ايه؟ لكن طالما في حياه الفرق بين الميت والعايش هو اللي بيقدر يسمسوه. طالما في حياه لازم يدي الاورجان كور دي يوصل للكوكلر نفس الكابتن بريم مش فايق وبالتالي هو ما يعرفش انت بتقول ايه؟ معايا؟ طيب يبقى اذا ده اللي هو الايفوج ريسبونس اوجيمنت. ارجع مكانها. يبقى الطفل ما يسمعلوش مقياس سمع عالي. تمام؟ قياس سمع العالي اللي عمرو راح عمله ده اسمه بيور تول اوتوميتي، ما ينفعلوش ده. ده بيبي يبقى ينفع له الجوجل ريسبونس اوتوميتي. وعلى فكره برضه الجوجل ريسبونس اوتوميتي انا بعمله لناس معينين، عمرو خلص السنه الامتياز وبعدين راح يتطبق عليهم في الجيش وقول لهم يا جماعه ده ما بسمعش، دخلوكم كشف الخشب، ارفع ايدك يا ابني لما تسمع، ولا الهواء تطرشهم. روحوا مدخلينه على جهاز كشف كده. ايه ده؟ ده في ويب، انت واخد بالك؟ ما هو اوبجيكتيف ما يجيبليش العيال يرد عليا ولا لا. فاهم؟ طيب يبقى اذا التريتمنت العلاج بنقول هيرنج ايه؟ كلمه هيرنج ايه يعني سماعه. اول ما الواد يتولد يا جماعه العضو الذي لا يستخدم يضمر الكوكليا ما بتستخدمش بتوصل صوت، ما هو بتبقى مقفوله. النرف ما بيستخدمش، البرين ما بيستخدمش، العضو الذي لا يستخدم يضمر. بالذات لو كان بايلاترال. تمام؟ لو وصل صوت من هنا ووصل صوت من هنا البرين مش هيشتغل، يحصل عضو. اذا الحقوا على طول ركب له سماعه، سماعه دي يا دكتور هو فين هيبر؟ مش السماعه بتركب في الهيبر؟ لا، ما هو في سماعه ثانيه في البون اسمها باها. بون انكورد هيرنج ايه؟ هناخدها بعد كده.
تمام؟ بيتاكد بمصادر قلاووز في السكال بون علشان يسمع بالعظم بالبون برودكشن معايا؟ اول ما يزول نركب له البحر اللي هو الهيلج ايد طيب بون انكور الهيلج ايد ده اول ما يتولد وعلى سن 5 سنين بري سكول ايج اعمل له ميتو بلاستي او كانالو بلاستي هي اسمها صح قوي كانالو ميتو بلاستي تمام؟ ما يفرقش بلاستي كير كونستراكشن اكتر كمان ولو معاه مشكله في الاوريجن اعمل له بلاستي سيرجري في الاوريجن قبل المدرسه تمام كده؟ لكن الفتره من يوم ما اتولد لغايه ما عملت له العمليه لو ما ينفعش يبقى زي اللي كان برين هيحصل له اطرف يبقى في الفتره دي هيركب له ايه؟ بنجيب له جلد من الثايس تمام ونخرم في السكان لغايه ما يجي والجلد بتاع الثاي ده بنعمله كده عمليه لذيذه بس ايضا هتيجي كلها 3 4 ساعات بصراحه يعني احنا عندنا وقت انجليزي يعني اقول للناس ما تدخليش الا حلقه في الشهر علشان اعملها واروح انام وما اروحش العياده تاني يوم وبتاع وسط عمليه تيجي تاخد وقت احنا عمليه مريحه جدا لكن الحقيقه الاولاد دول بيستفيدوا جدا بالذات الفيروس هو الملف اللي ما بيسمعش وبالتالي بتعمل له حتى لو ودن واحده مجرد يروح المدرسه ولا لا هتشيله. فرق بادي في الامتياز يدري كمان. فرق بادي في الامتياز يدري كمان. في واحده اعتقد من الجهاز دلوقتي كانت حاطه خرزه ودنها وهي طياره تمام؟ وفي واحد اي ثينك انه ممكن يكون خلص نيابه كان معانا هنا برضه في التنزيل ده كان تخصص مناخير كان تملي بفوق حاجات مناخير معايا ده كومن قوي بالذات ولاد دكاتره معرفش ليه يعني مش عارف ايه العلاقه يا اخي الفورم بادي عندنا 4 فورم بادي في الايد فورم بادي في الاير هيتحط بطاريه ساعه فورم بادي في النوز ولا خرزه ولا كده تمام فورم بادي في الثروت وده ممكن يبقى مين وهو بياكل شرق في بلبسها شرق في كفايه تمام فورم بادي في الايروي يعني واخيرا فورم بادي في الهايبوفاليكس والصفر الجنيه عملوه معدن دلوقتي 5 جنيه تمام كنا زمان بنطلع شلانات وبلاش انا طلعت 200 شلانه وبلاش 3 جنيه هو كومن قوي دلوقتي في بيتلاقى بعد ما عملوا الجنيهات والرصاصات بعد معايا فده كتير جدا ده فورم بادي في الصفر يبقى عندنا 4 فورم بادي في ايه؟ اول فورم بادي هناخده في الايد اول ما تذكر كلمه فورم بادي في الايد في بروسيجر عنوانين التايب اوف ذا بيشنت والتايب اوف ذا فورم بادي التايب اوف ذا بيشنت كم واحد مين اللي هيحط خرزه في ودنه ولا بطاريه ساعه يا تشايلد يا بنت اللي طالب القدم يا ما طالب الطب يعني الجوزه بتاعك يا تشايلد يا بنت اللي طالب القدم ده التايب اوف ذا بيشنت التايب اوف ذا فورم بادي دي حاجه حيه ده كتير قوي. الطيب وجاب فرم بادي. دي حاجة حية ده كتير قوي.